نفحات نبوية مع حاتم سفرجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلاة وسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله حبيبنا وقائدنا وقدوتنا، ونفحة جديدة من نفحات الحبيب صلى الله عليه وسلم، نفحة نبوية وهي التحنث. واحد يجي يقول لي إيش هو التحنث؟ التحنث في معناه التأمل. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أمرنا معشر الأنبياء بالتحنث. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يختلي مع ربي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يختلي مع ربي يتأمل في نعمه، يهيم في ملكوته. ما أجمل أن نتأمل في نعم الله، وأول نعمة نتأمل في صنعها هو أنا، نحن أجسادنا، هذا الخلق العجيب وهذه التركيبة الربانية من عقل يعي، فرق بيننا وبين بهائم الأنعام. فالتأمل الذي ينبع من خلال روح وعقل ويستشعر بها الجسد تساعد شوفوا، خلونا مع بعض نشوف الفوائد، تساعدنا على الحفاظ على الدماغ من الشيخوخة. ودراسات أثبتت أن من يتأملون لفترات طويلة أكثر نشاطا من غيرهم. التأمل من أجل الارتقاء وليس التأمل من أجل الجلد والسلبية. فالتأمل شيء يجعلنا في هيام مع الروح، هيام داخلي. التأمل يقلل من الجزء المسؤول في معالجة المعلومات الشخصية في الدماغ. فأحد دراسات أوجدت أن التأمل اليقظ يقلل من النشاط في شبكة الدماغ المسؤول عن الأفكار المتعلقة بالذات، الأفكار السلبية، إن تتكلم على التأمل الإيجابي، وتنشط هذه الشبكة عندما نفكر في أمر معين، أي عندما تجول الأفكار في عقولنا. طبعا التأمل مضاد للاكتئاب. في مضاد حيوي؟ أيوه، بس مضادنا الحيوي هنا التأمل للاكتئاب والقلق. وأكثر الدراسات أثبتت على هذا الشيء وقدرته على تقليل الاكتئاب، بل أنه تخفيف أعراض الآلام واعتبر من الوصفات السحرية لتغييرات كبيرة في مناطق رئيسية من الدماغ. فالباحثين أثبتوا أن التأمل قد يغير من بنية الدماغ، عشان كده يقول لك في تخاطب مع الأعضاء. لما أتخاطب مع الدماغ، واحد يقول لي كيف تخاطب مع الدماغ؟ الله عز وجل قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا نبصر ما في نفسنا، نستطيع أن نبصر. التأمل يزيد من نسبة التذكر والمذاكرة والذكاء والجمال، ويقلل من التوتر، ويغير من إدراك السلبي لإدراك إيجابي. إذا التأمل هو جمال، وخاصة التأمل في نعم الله فهي تجعلنا نرتقي ونكسب من الأجور. فتدربوا على التأمل ليحصل في حياتنا الراحة والسكينة والجمال، وليس جمال كجمال هذا التأمل والتحنث. فإذا فاصل من أجل أن نتأمل مع بيت شعري، ونواصل مع ضيفنا العزيز. تحنثوا في نعم الله، فرسولنا قد أوصى بالتحنث جمال ونقاء، وتأمل للروح صفاء. نفحات نبوية مع حاتم سفرجي. عودة لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل. ها نحن نتواصل وضيف عزيز
حوى الحكمة بين جنباته، وحوى علما في قلبه، ونطقا جميلا في لسانه، وعقلا فطنا يشدو بأجمل كلمات لنا. هو الدكتور علي شراب. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات، الله يحييك. دكتور علي، قول يتبادر في الناحية العلمية وهو التحنث. ونحن نعلم أن التحنث هو التأمل، ولكن كيف نجعل هذا التحنث هو مصدر سعادة ونجاح وريادة في حياتنا؟ بعد بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. التحنث هو آلية، ولكن للآلية دائما غاية، والله سبحانه وتعالى يريد منا أن تكون غاية التحنث أي الانزواء والتعبد، والتي أيضا يمكن أن تكون التحنث، يريد الله سبحانه وتعالى فيها أن نستحضر كافة ملكاتنا البشرية داخليا وخارجيا، تلك الملكات التي لا يمكن جمع شتاتها إلا من خلال الانزواء والانطواء لفترات زمنية محددة وبإرادة بشرية أيضا، لكي نصل من خلال هذا التحنث وهذا الانزواء وما يرتبط بالتحنث من اعتكاف وتركيز على التأمل والنظر والتفكر والتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. التحنث هو الحالة التي نصل بها إلى التأمل. التحنث هو الوضع الذي يجعل القلب والعقل يتواصلان مع بعضهما البعض. التحنث يجعل الإنسان قادر بعد أن يخرج من هذا الاعتكاف وهذا الانزواء وهذا المكان الذي تحنث فيه لفترة أو لأخرى، إنسانا قادرا على أن يستجمع شتات نفسه وأن يستجمع قواه الداخلية. أعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا سبل كثيرة للوصول إليها سبحانه وتعالى. واحدة من هذه السبل هي التحنث والاعتكاف، لكي نصل بأنفسنا إلى مرحلة عالية من الارتقاء. وأنا ربطت التحنث بالاعتكاف لأنهم وجهين لعملة واحدة، فالاعتكاف هو في المسجد، والتحنث هو في اعتزال الناس والبقاء في مكان خالي فيه خلوة لفترة أو لأخرى. بعض أشكال التحنث تكون لفترات قصيرة في اليوم، مثلا أن تكون ساعة، نصف ساعة، أكثر أقل، حسب طبيعة الإنسان وحسب رغبته في الوصول إلى مراتب متقدمة في هذا الأمر أو ذلك. شكل آخر من أشكال التحنث هو اعتكاف الإنسان لفترات طويلة، اعتزال وانعزال الإنسان لفترات أطول تصل إلى أيام وربما إلى شهر، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل في غار حراء، فكثير من الروايات تقول أنه كان أشد تحنثا وانزواء في غار حراء عندما يأتي رمضان. كان عليه الصلاة والسلام في هذا التحنث ينظر ويتفكر في هذا الملكوت. أعظم ما في هذا التحنث النبوي والذي نستطيع نحن أن نوظفه في حياتنا هو أن ننظر إلى هذا العالم بمنظور بعيد عن الصخب، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الإزعاج، بعيد عن المشتتات والمرهقات. كلما استجمع الإنسان طاقته في حالة تحنث عالية كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، كلما خرج بعدها إنسانا لا يمكن أن يهتز ببساطة في مطبات الحياة وأمام رياحها شرقا وغربا. هذا الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا قادرا على المواجهة وعلى الإنجاز وعلى الإعمار وعلى تفعيل قدراته إلا بأن يكون بحول الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأدوات، وأهمها التحنث، أن يكون إنسانا قادرا على إعمار الأرض وأداء دوره ورسالته. يا سلام يا سلام عليك يا دكتور. تحنثوا، تنعموا بأيامكم وحياتكم. شكرا لكم مستمعي الكرام، وحلقة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.